طارق العشري. مساء الفل يا ابو الكباتن والف مبروك. مساء الفل يا كابتن شوبير. ايه يا عم في ايه؟ صوتك راح في ايه؟ صوتي رايح معلش. ربنا معاك يا كابتن طارق. والحقيقه يعني انا لسه بشيد بطريقه لعبك، انك بدات تفاجئ المنافسين بطرق لعب مختلفه تماما، واللعب على الهجمات المرتده المحكمه، وكدت ان تفوز على النادي الاهلي الاولى القائم، وفزت على الاسماعيلي في الاسماعيليه، فزت على الزمالك 11 مباراه دلوقتي في رقم يبدو قياسيه لنادي طلائع الجيش بلا هزيمه. ايه اللي بيحصل في طلائع الجيش؟ الحمد لله كابتن شوبير، الحمد لله والشكر لله، الامور ماشيه على الطريق الصحيح. نعم. الحمد لله. عارف طبعا احنا لما جينا تولينا المسؤوليه فريق كان في مركز لا يليق بالمؤسسه بل فريق طلائع الجيش. نعم. ضمن الثلاث فرق اللي تحت ابتدينا نخطط، طبعا مفيش شك طبعا الفرقه بتاعت الفتره بتاعت المنتخب افادتنا بشكل كويس جدا في ترتيب الفرقه والوقوف على كل صغيره وكبيره. الحمد لله الامور ابتدت مع الدوري، رغم ان احنا بدينا بهزيمه من الجونه، لكن الامور ابتدت تستوي بشكل كويس. الاولاد راحتها استجابتهم عاليه جدا جدا. مجلس الاداره طبعا انت عارف اللي هو خالد شوقي طبعا يعني داعم كبير جدا جدا طبعا للفريق. طبعا بصراحة يعني في حاجات كتيرة جدا تتحقق في النادي بشكل، وده اللي احنا بنحاول ننفذه. احنا نضع هدف تارجت ان احنا نحاول نوصله بشكل كبير جدا. الفرقة كلها متكتلة ككتلة واحدة من اول الجهاز الفني، طبعا عارف كابتن احمد المهدي، قاعدين صراحة استجابتهم كبيرة جدا جدا، وده اللي عاملة طفرة معانا. يعني احنا كمان عندنا طموح ان احنا نوصل اكتر من كده، خاصة ان الولاد بيقدموا مباريات كبيرة امام الفرق الكبيره، وده اللي بيقلقني دايما ان بعد المباريات الكبيره دايما بيحصل فيه نزول. ولكن الحمد لله النهارده مباراه كبيره امام فريق كبير، اديناها بشكل كويس جدا تكتيكيا، وفرضنا استراتيجيتنا وفرضنا اسلوبنا، وخلينا نادي الزمالك يلعب على دماغنا احنا، والحمد لله النتيجه كمان جت في صالحنا بشكل كبير جدا. نفس الاسلوب ده انت عارف اديناه امام النادي الاهلي. نعم. قريبين جدا بالزبط. جدا في خروج الثلاث نقاط. صحيح. لكن طبعا فرصه فيكتور الاخير انت بتلعب على فرص قليله جدا. ومنها اللي انت استثمرتها النهارده بتاع سمير والخطا بتاع نادي الزمالك، وده اللي يمكن بنلعب عليه، اللي هو عامل الوقت انك تمط ما تستقبلش اهداف وتفضل تمط في الوقت لحد ما تفتح على خطوط الزمالك. هل كنت بتلعب على ثلاث نقاط ولا كنت بتلعب على نقطه يا كابتن طارق؟ والله شوف احنا اسلوبنا انت عارف يا كابتن شوبير. نعم. ما كسبتش ما تتغلبش. ايوه. لكن لا نازل النهارده في دماغك انك ممكن تاخد ثلاث نقاط؟ النهارده بالذات عندنا كان عندنا طموح كبير جدا الحصول على الثلاث نقاط. انا قلت لهم كده، انا قلت لهم كده، يعني في عوامل عدى عليها من العوامل النفسيه ان الزمالك خارج من هزيمه. ايوه. يعني في ضغوط نفسيه وان هو هيخش المباراه مندفع جدا جدا. يجب عليك انك تصبر وانك ما تخطاش، تقفل كويس جدا. انت النهارده ما شفتش هجمات منظمه نادي الزمالك، الحمد لله اغلقت الطريق بشكل كويس. كلها حتى كحاجات سهله البسام والديفنس. واستنيت الخطا اللي حصل في الشوط الثاني. نعم. واللي احنا قدرنا نستثمرناه الحمد لله والشكر لله. النهارده طلائع الجيش بيصل لنقطه 26، يعني بيخليك تفكر بجديه انك ازاي المباراه اللي جايه تحسن بيها مركزك بشكل ده كويس. صحيح، ده صحيح. طيب السؤال يا كابتن طارق، يعني التعادل مع الاهلي، الفوز على الاسماعيلي في الاسماعيليه، الفوز على الزمالك ما شاء الله 11 مباراه، صحح لي لو انا غلط، 11 مباراه متتاليه بدون هزيمه. هل غيرت في استراتيجيه اللعب بتاعتك يا كابتن طارق؟ والله تصدقني يا كابتن شوبير انا ما غيرتش في استراتيجيتي خالص. من اول ما بدات الحمد لله رب العالمين مع فريق حرس الحدود، استراتيجيه طريقه العش واحده. لا بس كنت زمان بتلعب كرات عاليه اكتر، كرات طويله اكتر. النهارده شفنا الاسلوب، يعني بقالنا دلوقتي كم مباراه؟ مباراه الاسماعيلي، مباراه الاهلي، مباراه الزمالك، الطريقه متغيره يا كابتن شوبير. نعم. انت لو شفت كل المباريات بتاعتنا هتلاقي ان هجينا واحد، احنا بنلعب على السكند بول. نعم. في ملعب الخصم. لكن الكواليتي بتاع اللاعبين هو اللي بيفرق. كواليتي فريق طلائع الجيش جيد جدا 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 لتنفيذ الاسلوب ده. ولما بتخش نص الملعب الفريق المنافس بتبتدي تسيطر على 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 كورتك، انت بتبتدي تسيطر على كورتك وتجبر الفريق المنافس للاندفاع للخلف. نعم. تخش نص ملعبهم تبتدي بقى تنقل. طيب. تعمل استحواذ، تبتدي تعمل جمل من خلال الاطراف. يبني بشكل كويس جدا جدا وبعدين تعمل فينش. هو ده اللي احنا بنلعب عليه من طيب. من بدايه توليه فريق طلائع الجيش، وده اللي عامل معانا خلي بالك طفره. نعم. خلي بالك. نعم. خلي بالك انا لما مسكت طلائع الجيش الفريق كان من اضعف الدفاعات، كان داخل فيه. النهارده انت ثالث اقوى دفاع دلوقتي. انت النهارده ايوه الحمد لله داخل فيك 14 هدف. داخل فيه
10 تجوال 10 تجوال 10 تجوال وجبنا جنين والجنين اللي جايبينهم اثنين مدافعين. نعم يعني من ساعه ما توليت دخل فينا 4 اهداف فقط لا غير. نعم وده شيء جيد جدا. زيك زي فاركو واللي فوقيك بس بيراميدز والنادي الاهلي. بيراميدز 13 هدف والنادي الاهلي 10 بس من 14 مباراه. انت من 19 مباراه. كابتن طارق سؤال فني، تغييرات الزمالك اتعبتك ولا سهلت لك الموقف؟ انا احس ان الزمالك النازله مش فايقه. يعني لعيبه الزمالك نازله المباراه مش فايقه. مش فايقه تحس النهارده يعني لعيبه نادي الزمالك بتقولها انت النهارده بن شرقي يمكن الوحيد اللي عمل ليه ازعاجه حازم امام. ان حازم صراحه نزل عمل اضافه قويه جدا كده أيوه. تحت اليمين وده اللي كان ازعجني في الكرات كلها العرضيه، ولكن انا يمكن غيرت من استراتيجيتي شويه بعد الهدف ان انا كثفت اكتر في النواحي الدفاعيه. ده حصل دور سطوحي لعبت في ثلاثه في نص الملعب واجبرت نادي الزمالك ان هو يرسل كل دي كرات طوليه او عرضيه كانت في متناول الديفنس او بسام، يعني ما استثمرهاش حتى فريق نادي الزمالك. طيب حازم امام بن شرقي كمان لما خرج عمر، لان عمر انت عارف مميز في الحته دي. نعم في لعب الهوا عمر السعيد قال له كتير جدا جدا في الحته دي. يعني لم يزعجك الا حازم امام، لكنه بن شرقي او سيف الجزيري او ايمن حفني او نجم ما شكلوش عليك خطوره. لا الحمد لله احنا كنا مسيطرين. كابتن شوبير بشكل كويس جدا الشوط الاولاني، انت فرض استراتيجيتك ده صحيح ده صحيح. انت اجبرت نادي الزمالك يلعب انت اكثر فرصه في الشوط الاولاني. نعم انت الاكثر وصولا وتحديدا من اول دقيقه. نعم ثم السيطره. الشوط الثاني يمكن تراجعنا بعد الهدف وده طبيعي جدا للتأثير. يعني طيب بتعمل في المركز الكام السنه دي؟ لانه انا دايما بقول 34 بونت ده خلاص ضمان التاهل، يمكن السنه دي هيكون اقل شويه. الان 26 نقطه، فاضل لك 8 نقاط لضمان البقاء باذن الله. وانت قلت كلمه في الاول انه السنه دي ممكن احسن من مركزي، بتعمل في المركز الكام؟ والله شوف يا كابتن شوبير انا ماشي ماتش الولاد بالنسبه لي الحمد لله رب العالمين في طفره في الوقت ده لازم نستثمرها بشكل كويس جدا لتحسين المركز. نعم انت النهارده انتقلت من الحقبه اللي تحت دي من خمس ست سبع فرق اللي تحت اللي كنت بتنافس معاهم. نعم دخلت في منطقه ثانيه، فلازم صحيح. تفكر بمنطق المنطقه دي. كل التمنيات بالتوفيق كابتن طارق العشري المدير الفني لنادي طلائع الجيش.